تخيل معي في المطار وكل شيء يقولوا لي على سلامتك على سلامتك، حيت كيشوفوني في هذه الحاله كيقولوا لي من هذه الحاله كنقولي مهربانه مناش من الكافي اللي كتمكرفصه. باش كان يتعامل دار لي السيمانه باش من بعد بدا يتعامل معي في العنف والضرب والاحتقال. كنت نعس الحمام، كنت ناكل في الحمام، وقال لك حق راه ما كيحيدوش لي الباسبور، كيحيدوهم لي، ما انا الباسبور تحيد ليا ونكرني فيه كاع. انا بركه تجاني، انا بركه تجاني الباسبور ديالي ما كانش باغي يعطيه ليا نكرني. شي كينعس الليل ما كينعسوش، ما كينعسوش نعاش ما كتشوفيش معاهم 44 ساعة. بنتي ما لقيتي حتى حل؟ ما لقيت واحد اخويا، ما لقيت واحد، انا بغيت بابا. شنو بغيتي؟ بغيت غير بابا يكون معايا في الجنب الساعة في هاد اللحظة، محتاجة والدي حداي، هاد اللحظة محتاجة والدي وخوتي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند سناء اليوم، يلا جات من السعودية حوالي 7 صباحا. سناء جات في صندالة ديال الميكا، لا حويج لا حتى حاجة. واقع الحال في قصة سناء قصة كتألم بشكل كبير. سناء تتقول عندي 30 سنة وهي ما مأكداش الكنية ديالها وما مأكداش أسباب ومسببات الهجرة للسعودية. علاش مشات؟ شنو اللي وقع؟ كيفاش تجات بصندالة ديال الميكا؟ أشياء غريبة في الموضوع. غادي نشوفوا القصة سناء من الأول. سناء كدوي معايا وكتبكي ولا لا يلاه يلاه من 9 ديال الليل وانتي راكبة عاد دخلتي للمغرب اليوم في 7 الصباح باقا بنفس الحوايج بهذا الصندال اللي لابسه دابا. غتعاودي لي سناء شكون هي من الاول؟ عاودي لي من الاول. من الاول كانت حملت في امي ولداتني عندها 3 شهور، لاحتني جداي، اش اللي كيعاودوا عليا الناس، ولدتني لاحتني عندها 3 شهور جداي، كبرتني جداي، وانا ما عمرنا ما عرفت الطفوله ديال الام اشناهي. ديك الام اشناهي كتحضن بنتها هكا ما خديتهاش انايا. صافي مني كبرت عاد جدي تما كان وصلت عاد 20 سنة، كان جدي قهرتني في الضرب، تلحت عاد حد مرة. مني تلحت عاد هذيك المرة تي كانت معذبانك، تي كانت ضربني. صافي هذيك وانا بقيت من دار الدار. من بعد قلتي كيفاش جات تمشي للسعودية؟ من بعد باش اني كبرت طلعوا لي اوراقي وكندير الفيديوهات هكا باش طلعوا لي اوراقي والباسبور والكارت ديالي. في الاول تعرفت على حد المراه السمساره، هي اللي داتنا السعوديه مره الاولى، اول مره باش مشيت السعوديه. جلست السعوديه عام ونص، تاهم كانوا سادين عليا، كنت باش داني السوري، هذاك السوري ماشي السعودي. تاو كان نفس الحاله اللي كنت فيها المره الثانيه، كان يضربني، هذا كان يضربني، هذاك الضرب كان يضربني، كان مزرق لي لحمي، كان ساد عليا. ما هذا هما اللي كيقولوا لي الكفيل ياك؟ اللي كيقولوا لي الكفيل، تم الضرب كان مكرفس عليا. صافي من بعد وانا نهرب، ملي هربت شي السفاره المغربيه كان هو داعي عيني، دار فيا الدعوه ما يمكنش لي ندخل المغرب. وصافي صافي من تم وانا نتواصل خوتي الصحافه عاود مره ثانيه باش توصل، وصلت رسالة ديالي لسيدنا محمد السادس الله يطول عمره ينصرو، باش جابني من السعودية، باش ني جابني من السعودية. جلست المغرب 5 سنين، بقيت كنتلاوح من دار من دار. قلت علاش تواصلت مع هاد السيدة؟ قالت لي كنعرف شي الناس غتمشي عندهم السعودية. قلت لها صافي مرحبا لك، قالت لي كانوا على طريقتك نمشي.
باش انا نجمع فليسات ونلقى على شرجح عند الكافيل اللي كيقولوا لي كافيل. صافي هي داك مشيت جلست عدو 3 شهور حيت مع شافوا حبسوا المغربيات محبسين المغربيات عامله من الزلي ولا كيبيعوني. كيفاش كيبيعوك شرحي لي؟ كيفاش كيبيعوك؟ زعما كاين كيبيعوك الكافيل واحد اخر عاوتاني كيعطيه الفلوس يعني 5 مليون على حسب 5 مليون 7 مليون كتولي تيجي تبيعي. 2 مرات وانا كنت تبيع، مره كنت غنتباع مره ثالثه باش كان يتعامل دار لي السيمانه باش من بعد بدا يتعامل معايا في العنف والضرب والاحتقال. كنت نعس الحمام، كنت ناكل في الحمام. صافي من بعد هما بدا يعيروني كي قالوا لي هز السده درخم لي هز دير الميناج الكبير. عيطوا على مون مكتب، مون مكتب عايرني مصري، هذا مون مكتب، هذا مون مكتب مصري. ومن بعد ما خلانيش نتواصل مع مستشار ديال السفاره باش غنصيفط ليه النمره. هي باش هربتي ومشيتي للسفاره عاوتاني؟ هي باش عاوتاني هربت انا جياك عاوتاني. انايا شي كينعس الليل ما كينعسوش، ما كينعسوش نعاش ما كتشوفيش معاهم 44 ساعه نعاس. المهم هذا كيرقدوا. شنو كديري انت كتشقاي هادشي اللي قلتي لي وكطيبي وكديري هادشي كله بوحدك؟ كنشقى كلشي كنديرو وكنساعد حتى في الطياب، اغسل المواعن الميناج الطياب. تا هي كتبغي تسلق هذاك الروز عاداش كتمجي هي عاداش كدير الروز وكدير مقادير والشي اللي باقي عليا انا. وحتى من ماكل ما كانش خلوني ناكل. وهي كامراه هاد السعودية كيفاش كتعامل معاك؟ دابا دويتي لي على الكافيل، ولي على المرأة كيفاش كتعامل معاك؟ المرأة كتعامل معايا في العنف، كتنعس في الحمام، كتعايرني، كتسبني، ما كتخلينيش نجلس، ما كيطيبوا الروز، كتقولي كولي هذاك الروز، ولا كولي ولا كولي ولا قعدي، ما تسوقوكش كياكل اللحم وما كيحطوش لك التية، وأنا كنطيب ماكلة السرقة وكندير الحمام وكناكلها، يعني الطواليط. باش يفهموا الناس. انا غنرجع معاك لهذا الموضوع. دابا الا جيت انا غنمشي معاك على قد داكشي اللي غتقدري تفهمي معايا فيه. الا جيت نحلل انا وياك في هادشي بحال قلتي نبداو نحسبوا فيه. دابا السبب ديال هادشي كامل هو امك ما بغاتش تولي تكون هو باك. ما لقيت اللي يكبرك، ما عندك خوت، ما عندك الله سبحانه وتعالى. الطلاكار ديالك ما مقاداش، ها هي ما عارفه علاش حال في عمرك، ما عارفه هذا العمار شكون اللي كتبها لك، ما عارفه حتى حاجه، دايره بك الدنيا. داكشي علاش قلتي اللهم نمشي عند هادو نخدم ياك؟ هاد امك ما هداهاش الله زعما تحنفك. ما هداهاش الله، حتى انا مابقاش شفت واش ما عرفت واش ميت ولا حيه، اصلا انا مابقاش في التواصل معاها. دابا انت جيتي من المطار دابا اليوم على 7 الصباح عرفت؟ دابا انت فين غتمشي؟ فين غتصدي انت؟ بالدارجه المغربيه فين غتمشي؟ ما عرفتيش؟ ما عرفتش، طاقت فيا الدنيا، كنمشي عاد صحاباتي. دير صاحبتي راه عندها مسؤوليه، عندها 2 بنات وكاريه 34 الف ريال وتصرف على راسها، ما حيل تتصرف على بنتها، ما حيل تتصرف عليا انا. كيقولوا الضيف حدو 3 ايام. هاد الكفيل الاخراني اللي اليوم باش جيتي انت لهنا هربتي عنده من نهار الثلاث، هربتي من الدار ومشيتي للسفاره والسفير المستشار ياك الله يجازيه بخير ليه الشكر، هو اللي تفاعل معاك، هو اللي دار مجهود كبير وقطع لك البي ودار لك الاجراءات كاملين وعيط للكفيل وخلص لك شي مستحقات يعني واحد المبلغ بسيط جدا وساعدك هو هاد المستشار باش انت اليوم دخلتي للمغرب. شنو قال لك المستشار؟ بقيتي فيه؟ بقيت فيه بزاف مستشار. قلبت مشي للطياره وعادش عيط عليا قال لي ما تمشيش راني جايب لك شي بركه، تلقاي بعد باش تعاوني راسك باش تكسي باش تلبسي باش تدوري في المغرب وتوقفي على رجليك. حيت هذيك السيده مسكينه قال لي تير عاد منياتها حيت عاودت عليه. صافي وتسنيت وتجي عطاني هذيك البركه. مشيتي للمطار؟ شكون اللي داك المطار؟ داني المكتب الشيفور. كان ما غوي يشد ليا الطاقسي ولكن المكتب ما خلاوش، قالوا غير خليها حنا غنوديوها. وانا كنشكر هذا المستشار مشى معايا مع كل شيء كيوقف، ولكن انا اكثر منهم حيت عاود لي ظروفي قلت راني اليتيمه. قالوا اليتيمه ما صابش ما نعطي ندوزو غير اللي فوق راسه، راه في عندنا هاجر
وشاف الفيديو ديولي الاولي اللي كنت ندير. دابا انت ما لقيتي حتى حل؟ ما لقيت حتى واحد اخويا، ما لقيت حتى واحد. انا بغيت بابا. شنو بغيتي؟ بغيت غير بابا يكون معايا من الجن. صافي هاد اللحظه محتاجه والدي حداي، هاد اللحظه محتاجه والدي وخوتي. تخيل معي اليوم جي هابطه المغرب وشفت وحده عنقت ما هكا، وانا قلت ما كرهش بابا يكون معايا. قال لك براني هو اللي كنصيف فيه الخير، براني اللي ما كيعرفنيش هو اللي كنصيف فيه الخير. والديا والديا ومن اللي قرب مني ما كنصيفش من الخير. تخيل معي في المطار وكل شيء يقولوا لي على سلامتك على سلامتك، حيت كيشوفوني في هذه الحاله كيقول لي من هذه الحاله كنقول لهم هربانه مناش من الكافي اللي كتمكرفصه. شكون هابطك المغرب؟ هبطاني السفاره المغربيه. ما نكذبش عليك، علاش لي ديم؟ علاش لي كيقول لي ديم؟ ولي كيقول لي ديم يكون في هذه الحاله؟ علاش ما عادوش الحقوق ديالو؟ علاش العيد ما كنتسمى معيده؟ الحلال ديال الطفوله ما خديتوش الصغري، والحدن ديال الام ما خديتوش الصغري. كبرت من لوحه كل مره في كذبات. هاد البنات اللي كاينين في السعوديه كاينين بزاف اللي عندهم هاد المشاكل. اه كاينين بزاف عندهم هاد المشاكل. انا خليت دريه مشدوده في الحبس، وخليت وحده عند الحكم اليوم، وخليت وحده مسدود عليها في التحرش. قلت لها هربي، قالت لي ما نقدرش. قالت لي هربت غيتهموني من شي حاجه والسفاره المغربيه بعيده مني. قالت لي راه في الجبال كنسكن مدينه منوره، حيت ماشي بحالي انا في الرياض، حيت انا في الرياض السفاره قريبه ليا. هي راه دغيا كيشدوها في بلاصه. اه بزاف ديال الدريات اخويا كيعانيو، وقالوا لك حق راه ما كيحيدوش لي الباسبور، كيحيدوهم لي. ما انا الباسبور تحيد ليا ونكرني فيه كاع. انا باركه تجاني، انا باركه تجاني الباسبور ديالي، ما كانش باغي يعطيه ليا نكرني. شكون ما جانيش الباسبور؟ اقسم بالله. كيفاش تجاك؟ جا عن طريق المستشار. المستشار ديال السفاره. كون ما جانيش هذا الباسبور مغربي والله تا كنغيهبطوني من الطياره مسطيه قسمي بالله. انا باشني قال الباسبور نقول مستشير الباسبور ديالي، هو يقول لي بنتي ما تخافيش الباسبور غنجيبو لك. والله العظيم ما عرفتش اش نقول لك. ما انا ما قدرتش نكمل والله. ما اخويا قسمي بالله تعيش مكربصه من صغري، والله تعيش مكربصه من صغري. لكن كذبتوني عندكم معايا حتى فين زايده شي فين زايده. انا تسخر غير له، غدخلوا القياده ديالي وغدخلوا على الناس موظفين اللي كيعرفوني، راه كلشي غيقولوا لكم، ها كلشي غيقولوا لكم. حيت علاش انا ما عمر من خويا ما عمرني ما كبرت؟ ياك ضروري البنت اللي كتكون صغيره نونو كيشدوا باباها كتشد امها. انا لا، الحنان ديال الام ما كبرش علي، الحنان ديال الاب ما كبرش علي. يا ريت انا يكون والديا، يا ريت انا يكون خويا، نكون في وسطهم ونكون انا الضاحكه. مش بحال دابا انا داخله من المغرب وما عارفاش راسي فين غنمشي، وما عارفاش راسي فين غنبيت. هاي صاحبتي كيقولوا الضياف حدو 3 ايام. كلامك واضح، اش غادي نقول لك؟ تنطلب الله سبحانه وتعالى يفرج عليك يا ربي، وحنا معاك مشاهدينا الكرام. الشكر الجزيل. ما لقيتش شي كلمات في حق هذا المستشار نقول لهم الله. انا غادي نقول لك تنطلب الله سبحانه وتعالى يقبل اجرك، لان هذه عتق رقبه. كيفاش احتضنتي سناء وحيدتيها من بعض الذئاب؟ هذه هي القصه ديال سناء، تحملت ما لم تتحمله الجبال. سناء سبب فهاد الهجرة اللي دارت، مشات للسعودية المرة الأولى، المرة الثانية. الأساس في الموضوع فين كاين الخلل؟ هو في الوالدين. هاد الأم ما وراتهاش الأب، من بعد عرفات الأب تخلى عليها، الأم تخلات عليها. كان المآل ديالها شنو؟ أنها تبحث كيفاش تصنع الحياة ديالها لراسها. سافرات للسعودية، معاناة بين قوسين موضوع الكفيل، هذا قانون خاص ديالهم، ولكن فيه نقاش بالنسبة لنا احنا. الكفيل له دور، ولكن لا يمكن أن يكون ذاك الدور في أمور سلبية كتمس حق الإنسان، كتمس الكرامة، كتمس أمور أخرى. مشاهدينا الكرام، عدد من المغربيات كيعانيوا في نفس الموضوع. سناء مشات من أجل تصنع حياة صغيرة، إلا أن واقع الحال له رأي آخر في هذه البلاد. سناء الآن جات في المطار
بصندالة ديال الميكا ما عارفاش فين غتمشي. أرجوكم جمعيات حقوقية مغاربة في المغرب خارج المغرب كل من ساعد هاد الاتماء حصو أجرهم حصو مع رب العالمين. مشاهدينا الكرام غادي نوضع رقم الهاتف ديال سناء، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. قصة سناء نموذج من وقائع مرة كيعانيو فيها شابات في بعض دول الخليج. هذه قصة ديالها مشات، الهدف ديالها واضح ولكن الواقع مر. الآن النهاية باش جات، الآن وصلت المطار ربطت بنا الاتصال وهي تنعس مسكينة مازال ما شافتوش. مشاهدينا الكرام نحن على تتبع قصة سناء وسوف نوافيكم دائما بالجديد. أرجوكم كل من ساعد أو ساهم في هذا الأجر مع هذا الاتماء أجر محسوم مع رب العالمين. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.